إلى ذلك، وفي مقابلة تلفزيونية خاصة بها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، قناة كانال بلوس اعتبر بأن ما تعرض له المهاجرون غير الشرعيون في السواحل الليبية اعتبره بالكارثة الحقيقية التي حدثت في البحر الأبيض المتوسط، وعلى حد قوله هذا يستدعي ضرورة تكثيف عدد القوارب المكلفة بعملية مراقبة حركة المرور. Nous devons là aussi renforcer le nombre de bateaux يجب علينا تعزيز عدد القوارب التي تعمل في إطار عملية تريتون. بالرغم من أن العدد لا يضاهي الوضعية، علينا وضع أكبر عدد من القوارب والطائرات المحلقة لمراقبة حركة المرور بكثافة.